خلافات في حياة فايزة أحمد أبرزها مع وردة، وعبد الوهاب رفع ضدها دعوى قضائية. ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. لم تخلو حياة المطربة الشهيرة فايزة أحمد من الخلافات مع زملائها المشاهير، وأحد خلافاتها مع رئيس تحرير مجلة الكواكب، فنشرت المجلة ورئيس تحريرها بذلك الوقت الكاتب الراحل رجاء النقاش موضوعاً تناول تفاصيل رفض المطربة فايزة أحمد مشاركة المطرب الصاعد وقتها محمد حمام، وكتب رجاء: كنا ننتظر رداً من الفنانة فايزة أحمد تنكر في الوقائع أو تفسرها، ولكنها كعادتها حملت غضبها المتشنج، وهو أحد أسلحتها المزعجة التي تمارس به الضغط لإظهار اضطهادها وتؤكد براءتها. وأضاف رئيس التحرير: لو كان في المجلة أحد المصورين عندما جاءت لقدمت للقراء والحياة الفنية صورة مجسدة من تصرفاتها، ما أسفر المقال عن غضب فايزة أحمد التي كانت حياتها الفنية تشهد بعض الخلافات. وشهدت مسيرة فايزة أحمد خلافاً شديداً بينها وبين الفنانة وردة، وصل إلى التراشق عبر صفحات الجرائد بسبب الغيرة بين الاثنتين، إلا أن الخلاف انتهى بمبادرة قامت بها فايزة أحمد أثناء سهرتهما ليلة رأس السنة في أحد الملاهي الليلية، وذلك بناء على طلب رئيس تحرير مجلة الموعد حينها محمد بديع، الذي أشار لوردة على فايزة قائلاً: لابد أن يكون العام الجديد عام صفاء وصداقة. على الرغم من أن الخلاف بين وردة وفايزة أحمد كان خلافاً تنافسياً وليس لأي أمر شخصي بسبب اهتمام الموسيقار محمد عبد الوهاب بموهبة نجاة وتلحين أغانيها، اعتقدت فايزة أن عبد الوهاب لا يهتم بأغانيها، وحاول عبد الوهاب تيسير طريق المودة والصداقة بينهما في جلسة فنية في منزله، وأتت فايزة أحمد وزوجها وانتظر نجاة ساعة كاملة التي اعتذرت لمرضها، ففهمت فايزة أن نجاة لا تود مقابلتها، وظل التنافس بينهما حتى حاولت نجاة تقليد حفلاتها ولكنها فشلت. ولم تخلو صداقة عبد الوهاب وفايزة من المشكلات والخلافات، فوقع الخلاف بينهما بسبب الأغنية الشهيرة ست الحبايب، وذلك لغناء فايزة هذه الأغنية في فيلم من إخراج حسن الصيفي، فقام عبد الوهاب برفع دعوى قضائية ضدها، فقامت بغنائها بطريقة السكتش الغنائي.